مشاهدينا، 10 سنوات مرت على ثورة الياسمين، جديدها أن تونس تغرق في يومنا هذا بأزمة اجتماعية اقتصادية وسياسية. سياسيا، دعوات للرئيس التونسي قيس سعيد إلى حل البرلمان، هذا البرلمان الذي شهد قبل أيام اشتباكا بالأيدي وتبادل الشتائم في مشهد أضر بديمقراطية ما زالت فتية وهشة. أتت جائحة كورونا لتضاعف أزماتها الاقتصادية، وفي هذا السياق تأتي زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى باريس وروما على رأس وفد من رجال الأعمال، وعينه على اتفاقات تجارية تعينه لدى مساءلته في البرلمان قريبا في ذكرى مرور 100 يوم على عمل حكومته. مشاهدينا، هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب الصحفي صلاح الدين جورشي، هو معنا مباشرة من تونس العاصمة. إذا مشاهدينا، ثمانا قليلا ويكون معنا ضيفنا إذا من العاصمة التونسية تونس الحديث عن أزمات تونس، أزمات سياسية، دعوات للرئيس التونسي إذا إلى حل البرلمان، تزامنا زيارة يقوم بها رئيس الوزراء هشام المشيشي. هو بالفعل وصل العاصمة الفرنسية باريس منذ يوم السبت، التقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على أن يناقش هناك الملفات الأمنية، ملف الهجرة الذي يتصدر هذه اللقاءات، والاتفاقات التجارية، الاتفاقات التجارية التي ستعين تونس بأزمة اقتصادية كبيرة تعانيها بواقعنا اليوم مع جائحة كورونا التي عطلت كثيرا من اقتصاد البلاد، على أن ينتقل لاحقا إلى روما. بروما يجري إذن محادثات، ومن المرتقب أن يعود بعد ذلك إلى تونس حيث تنتظره مساءلة بالبرلمان التونسي بذكرى مرور 100 يوم على تولي الحكومة التونسية أو على بدء عمل الحكومة التونسية. إذا مشاهدينا، ضيفنا إذا اليوم الكاتب الصحفي صلاح الدين جورشي، ثوانا قليلة ويكون معنا من تونس العاصمة. أستاذ صلاح الدين، صباح النور. صباح الخير. إذا أستاذ صلاح، السؤال الأول، هل يتجه رئيس البلاد إلى حل البرلمان وسط أزمات سياسية اقتصادية اجتماعية نراها باحتجاجات بالجنوب التونسي، بعضها اجتماعات قبائلية والبعض الآخر نتيجة أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى نسبة بطالة غير اعتيادية بتونس؟ نعم، الحقيقة أن الآن تونس تتعرض إلى أزمات متعددة وعلى جميع الأصعدة. هناك أزمة سياسية متواصلة إلى حد الآن، انضافت إليها الأزمة الاقتصادية التي هي أزمة هيكلية وليست أزمة ظرفية. هناك أزمة اجتماعية واضحة على أكثر من صعيد، هناك أزمة تربوية، وبالتالي مجمل الأزمات الآن وكأنها التقت على تونس. بالنسبة لحل البرلمان، رئيس الجمهورية يدفع من قبل البعض، من قبل بعض الأحزاب وكذلك من قبل بعض الشخصيات نحو التوجه نحو حل البرلمان، ولكن هناك رجال مختصين في القانون الدستوري زملاء له كانوا في الجامعة يصرون ويؤكدون بأن رئيس الجمهورية لا يحق له حل البرلمان، لأن الفصل 80 الذي يكثر الحديث عنه الآن لا يسمح له بالتصرف مطلقا، وإذا قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان فإنه سيجد نفسه أمام إشكالية، وهو أن البرلمان سيبقى مجتمع وملتئم إلى أن يقع تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. هناك أطراف أخرى تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى دفع المؤسسة العسكرية إلى التحرك من أجل أن تصبح شريكا في السلطة على الأقل لإعادة الأمن والاستقرار. هناك من يدعو إلى الفوضى بشكل صريح، وهناك أطراف أخرى من أقصى اليسار تدعو إلى استثمار هذه الحالة الغير مستقرة من أجل الإطاحة بالمنظومة كلها التي تأسست بعد الثورة.
إذن في تونس حالة من الضبابية الواسعة، وهناك محاولة لفهم ما يجري تدقيقا. أستاذ صلاح الدين، هل هذه الضبابية ناتجة عن علاقة سيئة بين الرئيس السعيد والبرلمان ممثلا برئيسه راشد الغنوشي؟ هل هو السبب الرئيسي لهذا التشنج السياسي الذي نراه حاليا بالحياة السياسية؟ انعكس تشابكا بالأيدي بجلسة برلمانية عقدت قبل أيام بالبرلمان التونسي. شوف، هو يحقق رئيس الجمهورية علاقاته ليست طبيعية على الأقل مع أكثر من طرف، سواء مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي أو حتى مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. المشكلة التي تجري في البرلمان هو أن هذا البرلمان في دورته الحالية الحقيقة يعتبر في أسوأ فترة من فترات تاريخ الحياة البرلمانية، اللي هي حياة جديدة وحياة انطلقت أخيرا منذ 10 سنوات فقط. والمشكلة أن داخل البرلمان الآن هناك أحزاب متساوية تقريبا، وهناك أطراف تريد أنها تغير موازين القوى داخل البرلمان بدون الاعتماد على الآليات الدستورية وعلى الآليات السياسية. المشهد الأخير الذي اشتبكت فيه الأيدي وتم الاعتداء على أحد أفراد النواب من قبل عضو آخر متهم بكونه هو ينتمي إلى ائتلاف الكرامة، هذا الاشتباك الحقيقة زاد في تعميق الفجوة والمسافة بين المواطنين وبين البرلمان. الآن صورة البرلمان لدى المواطن التونسي صورة سيئة، وكل استطلاعات الرأي أكدت ذلك. وفي هذا الخضم، خضم الصراع، هناك تركيز على السيد راشد الغنوشي باعتباره رئيس البرلمان، فهو يتهمونه بأنه عجز عن إدارة جيدة للبرلمان. أيضا اتهموه بالانحياز لطرف على حساب أطراف أخرى. الجو متوتر داخل البرلمان، ورئيس الجمهورية أصلا غير مقتنع بدور الأحزاب وبجدواها. رئيس الجمهورية يؤكد في أكثر من مناسبة بأن دور الأحزاب قد انتهى، وله تصور آخر للحكم ولتنظيم الحياة السياسية، ولكن لا يستطيع أن يفرض هذا التصور بحكم الدستور التونسي الذي يقف عقبة أمام تطلعات رئيس الجمهورية الذي يريد أن يؤسس نظاما رئاسيا يقوم على نوع من البرلمان المنتخب على الأفراد والمنبثق من القاعدة في اتجاه يتلائم مع تصوره. وربما لأن الرئيس التونسي وفي سابقة لا يملك كتلة برلمانية تدعمه بالقرارات السياسية التي يأخذها. أستاذ صلاح الدين جوشي، هل هذا التشنج السياسي بدأ يهدد السلم الأهلي التونسي؟ وهذا الحقيقة خوف كبير. إلى حد الآن الوضع الأمني ما زال تحت السيطرة، ولكن ما يجري حاليا بدأ يتجاوز الخلافات السياسية. الآن تقريبا هناك تنسيقيات في معظم مناطق الجمهورية التونسية، وهذه التنسيقيات انبثقت كل حسب ولايته ومحافظته بطريقة أصبحت تثير قلق الأطراف السياسية وتثير قلق الاتحاد العام التونسي للشغل. هناك الآن صراعات لا علاقة لها بالسياسة، ولكن لها علاقة بصراعات قبلية بين بعض القبائل والعروش. هناك مخاوف من أن الوحدة الوطنية بمفهومها التاريخي الذي ترسخ في تونس عبر قرون، والذي ازداد ترسخا بعد قيام الدولة الوطنية، خوف من أن هذه الوحدة الوطنية تصبح معرضة للتفكك والصراع. ولذلك الآن هناك دعوات من أجل الإسراع بإدارة حوار وطني. هذا الحوار الوطني لابد أن يسعى من خلاله جميع الأطراف من أجل فرملة هذا التدهور السريع ومحاولة إعادة الحياة لطبيعتها في تونس. نعم، هناك دعوات لحوار وطني وتساؤلات أيضا من يحكم تونس. هل هو سؤال واقعي أستاذ صلاح الدين؟ لا، يعني في تونس ليس هناك عنصر مجهول يدير الشأن التونسي. هناك مؤسسات ما زالت قائمة وقادرة على أن تحل المشاكل. هناك حكومة إلى حد ما الآن تم التصويت لصالح الميزانية، وهي الآن بصدد محاولة الشروع في تطبيق ما ورد في هذه الميزانية.
هناك رئيس جمهورية في كل مرة يتدخل لكي يطمئن التونسيين أن هناك رئيس وهناك دولة. اللي موجود في تونس والذي يمثل إشكالا هو أنه بعض اللوبيات، لوبيات الفساد، لوبيات التهريب، السوق السوداء، هي التي تحاول أنها تحدث حالة من الفراغ في تونس، لأن في حالة الفراغ وفي حالة الفوضى هي تتمتع بكثير من الصلاحيات ويمكنها أن تحقق مصالحها وأن تحقق تحديدها للدولة. لكن بشكل عام ما زال في تونس إمكانية البقاء وإمكانية المقاومة، وليست تونس يمكن تشبيهها بأطراف أخرى. الدولة ما زالت قائمة والمسار الانتقالي ما زال متواصل رغم أنه متعثر جدا ورغم أن مشاكل كثيرة تهدده. إن كان هذا هو الواقع السياسي، اقتصاديا لا يمكن أن نقول ذلك. أزمة اقتصادية كبيرة بل كبيرة جدا، بطالة بأرقام قياسية، تضخم كبير، حتى ميزانية عام 2021 أستاذ صلاح الدين متوقع أن يكون العجز 7% من إجمالي الناتج المحلي، وانتقادات أنها عززت من سلطة لوبيات المال على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة بالبلاد. من هنا تأتي زيارة هشام المشيشي إلى باريس وروما، هل ستعينه هاتان الزيارتان بالمساءلة داخل البرلمان بذكرى مرور 100 يوم على تولي حكومته الحكم بالبلاد؟ فعلا سؤالك في محله، لأنه الأزمة الاقتصادية هي الأساس في الوضع الراهن في تونس، والمؤشرات السلبية معناها تتضخم بشكل سريع، ولذلك هناك أمل في أن حكومة المشيشي تستطيع أن تحقق ما زعمته وادعته، لأن قالت بأنها سترفع مستوى نسبة النمو خلال هذه السنة إلى 4%، بينما هي حاليا في موقع سلبي. وبالتالي ما يقال الآن بأن هناك مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي، مثل البنك الدولي، قالوا لابد أن تؤكد أو أكدوا على أن تونس ما زالت قادرة على أن تواجه مصيرها ومستقبلها، تونس قادرة على أن تحسن مؤشراتها الاقتصادية. ولكن المواطن التونسي انتظر 10 سنوات وهو الآن في حالة إرهاق، ولذلك يريد أن هذا الكلام وهذه الوعود تتجسد على الأرض، وهذا لا يكون إلا بتقديم خدمات حقيقية. الآن هناك دعوة ملحة لمواكبة هذه الاتصالات بأطراف دولية، وبالزيارة الأخيرة التي يقوم بها المشيشي يجب أن تكون مصاحبة بحوار وطني اقتصادي واجتماعي. واتحاد العام التونسي للشغل قدم مبادرة في هذا الاتجاه، كذلك اتحاد الصناعة والتجارة ينتظر أن يلعب دوره الأساسي. ولكن هذه الأزمة السياسية ما زالت تتدخل في الشأن الاقتصادي وتزيد من تعطيله، وكل لاعتبارات وكل لمصالحه وكل حسب أجندته، ولكن المهم أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الرئيسي في هذه المرحلة. حتى الدول الأوروبية لديها أجنداتها الخاصة بتونس، الزيارة إلى فرنسا، فرنسا تريد ملف الهجرة غير الشرعية مقابل الاتفاقات التجارية، وهناك تخوف تونسي من تحول موانئ البلاد إلى مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين الذين ستتم إعادتهم إلى تونس. هل هو تخوف اليوم جدي أستاذ صلاح الدين، خاصة مع تحذيرات من منظمات حقوق الإنسان من مخبة القيام بذلك؟ وهذا الخبر مطروح وتوجه مطروح، وقد أعلنه الإيطاليون بشكل واضح من خلال محادثات مع المسؤولين التونسيين. لكن الشيء الجيد الآن أن رئيس الجمهورية رفض هذه الصيغة، أن تتحول تونس إلى موقع أو بلد تقام فيه مخيمات لاستقبال وإدارة شؤون الذين يريدون أنهم يتوجهون إلى أوروبا سرا. ولكن المشكلة الآن هو أن تونس لا تستطيع أن تتحكم في ملف الهجرة كما يتصورون. صحيح هناك تعزيزات أمنية، هناك محاولات لتطويق هذه الظاهرة، ولكن أثبتت السنوات الطويلة من قبل حتى الثورة أن تونس ستكون عاجزة عن إيقاف الهجرة غير القانونية. ولذلك تونس تتعرض إلى ضغوط حقيقية من طرف الاتحاد الأوروبي، من طرف فرنسا وإيطاليا بالذات. ولكن في رأيي أن الموضوع لا يمكن أن يحل إلا داخل إطار إحداث نهوض اقتصادي، لابد من أن تحدث حركية اقتصادية في تونس تمكنها من محاصرة هذه الظاهرة انطلاقا من عملية تنموية. أما بالنسبة للمهاجرين الذين يأتون من بلدان أخرى وخاصة من البلدان الأفريقية، فإن
تونس ستحاول أن تحاصرهم، ولكن هذا لن يكون عملا ناجعا إلا في إطار رؤية جذرية، وهذه الرؤية الجذرية تتطلب من الأطراف الأوروبية المساعدة والحوار على مدى متوسط وعلى مدى بعيد من أجل إعادة التوازن الاقتصادي بين الضفتين. نعم، الكاتب الصحفي صلاح الدين جورشي، على كل رئيس الوزراء يعود يوم الأربعاء القادم إلى تونس على أن يمثل أمام البرلمان في ذكرى مرور 100 يوم على تولي الحكومة، وسنتابع مجريات هذه الجلسة البرلمانية في وقتها. الكاتب الصحفي صلاح الدين جورشي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من تونس العاصمة. شكرا.